يتردد أمة أهل السنة والجماعة وأهل التصوف. ما هذه الفرقة؟ إيه السبب في الموضوع ده؟ عايزين نتعرف على الموضوع ده من خلال لقائنا مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عمر هاشم والحبيب علي ابن عبد الرحمن الجفري، فليتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التصوف الإسلامي ما هو إلا الإحسان الذي ورد في حديث جبريل عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. التصوف الذي نعنيه ونقصده هو التصوف الذي قال فيه سيد الطائفة الجنيد رحمه الله: علمنا هذا مشيد بالكتاب والسنة. معنى هذا أن هذه الكلمة وهي كلمة التصوف على ما جرى حولها من خلاف أترجع إلى لبس الصوف كان رخيصا آنئذ وكان يلبسه الزهاد، ترجع إلى أهل الصفة الذين انقطعوا للعبادة وللعلم وحفظوا من مرويات الرسول صلى الله عليه وسلم ما خدم الأمة، ترجع إلى الصفاء. تنازع الناس كما قال الشاعر: تنازع الناس في الصوفي واختلفوا فيه وظنوه مشتقا من الصوفي، ولست أمنح هذا الوصف غير فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوفي. الله أكبر. في الواقع ونحن طلاب في كلية أصول الدين كان أستاذنا وشيخنا على فضيلة الإمام المغفور له الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله شيخ الأزهر، وكان شيخ الأزهر، كان آنئذ ونحن طلاب كان عميدا لكلية أصول الدين، ومن يومها اقترح مادة التصوف تدرس مادة وإلى يومنا هذا تدرس في كلية أصول الدين. ماذا قرر في هذه المادة؟ قرر كتاب حققه للإمام الغزالي المنقذ من الضلال، ووضح هذا الكتاب لكل من قرأ هذا الكتاب يعلم إلى أي مدى كانت المقدمة الضافية التي تكلم فيها عن التصوف وعن حقيقة التصوف. وهو باختصار شديد ليس التصوف كما استمعنا من حضرتك من بعض الناس الذين يفهمون أن الصوفية غير أهل السنة غير كذا، أبدا، كلها أسماء ولا مشاحة في الاصطلاح. الجميع موحدون يؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا خلاف، هم من أهل السنة والجماعة وعلى مذهب أهل السنة والجماعة، هم يقيمون سلوكهم على أساس من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ويخالف شرع الله فهذا عمل شيطان. إذن الشريعة التي نعبد الله سبحانه وتعالى عليها لها ثمرة وخلاصة وزبدة، هذه الخلاصة هي الحقيقة، والذي يدعي حقيقة بدون شريعة فحقيقته باطلة، والذي يدعي شريعة بدون حقيقة فشريعته عاطلة لأنها لم تثمر السلوك المستقيم، لم تثمر الأخلاق الفاضلة، لم تثمر ما سنتعرض إليه بعد ذلك من ثمرات علم التصوف. فالتصوف الإسلامي لا نعني به أولئك الذين يزعمون أن الفرض سقط عنهم وأن العبادات هم غير مكلفين بها، هذا مرفوض، ليس من التصوف الإسلامي. لا نعني به أولئك الذين يقولون: أنا لم أصلي، كنت
أصلي في مكة مثلا، لا نعني به أولئك الذين يزعمون على التصوف أو يكونون دخلاء على المحراب الصوفي، هؤلاء ليسوا من التصوف في شيء، إنما المتصوف هو إنسان يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن ربه يراه، كما جاء في الحديث، يؤدي العبادات، يؤدي النوافل، يزداد في عباداته وذكره وصلواته وقربه من ربه مع أدائه لعمله في الحياة. فليس التصوف انعزالا عن الحياة ولا تقوقعا في زاوية، ولكنه إلى جانب ما يؤديه من عبادة يمارس سلوكه في الحياة. ولنا نماذج رائعة من المتصوفة، الإمام الحافظ ابن حجر شارح صحيح البخاري، الإمام النووي شارح صحيح مسلم، الأئمة الذين عاصرناهم وشاهدناهم من أئمة الأزهر ومن شيوخه الذين زادوا على 40 شيخا كان جمهرتهم من أهل التصوف. فالذين يحاولون أن يعادوا التصوف ويحاولون أن يعادوا أولياء الله ويرمون بالبهتان بعض الأولياء ويسبون بعض الذين أفضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وكم قرأنا كتبا مظلمة وصحفا لا تساوي الحبر الذي كتبت به، تذم وتقدح في واحد كسيدي أحمد البدوي وكسيدنا الحسين وكالسيدة زينب وكغيرهم من أولياء الله الصالحين. يا أخي، إن لم يكونوا أولياء أو حتى إن لم يكونوا من آل البيت، ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم فإنهم أفضوا إلى ما قدموا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ألم يقل ارقبوا آل بيتي؟ ولم والقرآن الكريم ألم يقل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة؟ لماذا هذا الصراخ وهذا التشنج؟ أمن أجل عصبية لفكر معين أو تيار خاص؟ إننا لا نحابي فكرا على حساب فكر ولا تيارا على حساب تيار، فكلنا والحمد لله موحدون ومؤمنون ومن أهل القبلة ومن أهل السنة والجماعة، لكن لا نريد من إخواننا الذين يؤمنون بالله ومعنا في خندق واحد ندافع عن الإسلام وعن دين الله وعن الوطن الإسلامي، لا نريد منهم أن يكثروا من أعداء الإسلام وأن يجعلوا الصوفية عدوة للإسلام. لماذا؟ قوم لم تظهر فيهم ظواهر التطرف ولا التحلل ولا الإباحية ولا الإرهاب ولا العدوان، قوم يذكرون الله تعالى في مساجدهم في مجالسهم، قوم يدرسون العلم، قوم يتمثلون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدون به ويحبونه ويحبون آل بيته، والرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بذلك: أحب الله لما يغزوكم به من نعم، وأحبوني لحب الله، وأحب آل بيتي لحبي. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. شرع الله لنا في كل صلاة نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فلماذا تعادون أولياء الله وآل بيت رسول الله وبعض الذين يحبونهم ويجلونهم؟ إذا كنتم تريدون أن تحرموا زيارتهم حرموا زيارة كل القبور إذن. والرسول صلى الله عليه وسلم أم يقل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ إذا كانت زيارة القبور بصفة عامة، حتى وإن لم يكن وليا، حتى وإن لم يكن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني في بداية الإسلام ومخافة أن يفتن الناس وأن تزيغ عقائدهم، ثم قال: ألا فزوروها. فإذا كانت الزيارة بصفة عامة جائزة، أفلا تجوز لمن هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصى القرآن الكريم بهم ووصى الرسول صلى الله عليه وسلم بهم وقال: وأحب آل بيتي لحبي؟ إذا لم يكن كذلك فلماذا هذه الفرقة؟
يا أيها المسلمون في كل الأرض، نريد أن نكون يدا واحدة وألا نختلف وألا نفترق وألا يعادي بعضنا بعضا. إن أمتنا الإسلامية إذ تمر بمرحلة تاريخية هامة من حياتها تستوجب علينا جميعا بغض النظر عن المسميات، لا مشاحة في الصلاة، سمي نفسك ما شئت، صوفيا سلفيا جمعية شرعية أنصار سنة، سمي نفسك ما المهم المحتوى والجوهر والمضمون، أن نؤمن بالله ربا، بالإسلام دينا، محمد النبي ورسولا، أن نخلص بقلوبنا، أن نقيم عباداتنا على هدي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.